التشيك ليست لما بضغط عليها بيجيب لي القوائم اللي المفروض المهندس او العامل بيملاها كل يوم او كل اسبوع، بيقول له مثلا ديت الاي دي بتاعها، الرقم بتاعها، الديسكريبشن، الكومباني، الستاتس، اللوكيشن، السورس. بعد كده بيبدأ بقى يشوف هل الحاجة دي اتعملت ولا لا، يعني هل مثلا اتأكدنا من حاجة وصلت ولا لا، او لا، او مفيش معلومات. انت تقدر تحط الديتيل لو انت عايز تشرح المشكلة ايه، تقدر تعمل اتاش لصور، لملفات، لاوتوكاد، لاي ملفات PDF مثلا موجودة عندك. ده التشيك ليست اهيت، وبتكون سهلة طبعا على الايباد. ممكن تقول له انا عايز اشوف الطباعة بتاعتها، فبيقول لك الطباعة عايز دونت شو اتاشمنت، يعني الاتاشمنت ما يظهرش اثناء الطباعة، ولا بعد كل عنصر افتر اتش ايتم، ولا بعد كل مجموعة عناصر، ولا في اخر الريبورت. طيب الكومنت عايز تحطها في قلب التقرير ولا لأ، الاديشن ستاندرد اند كاستم بروبرتيز، الحاجات المخصصة عايزة تظهر ولا لأ، الايشو ديتيل، انكلود ان اي اند بلانك لو في حاجة فاضية هتحطها ولا لأ، الامضة هتحطها ولا لأ، الكفر بيج هتظهر ولا لأ، الريبورت اسمه هيبقى ايه، هتبقى PDF ولا اكسل ولا CSV ولا ملف وورد RTF، وهيظهر بقى شكل الاكيوبمنت طيب ولا بالنيم ولا كاتيجوري. الفيو ايشو تبدأ تشوف المشاكل بالشكل دوت. نرجع للتشيك ليست. تقدر تعمل ديليت، تقدر تسيف، تقدر تسيف وتقفله. طيب لو انا عايز اعدل الشكل نفسه، اخش على بروجكت ادمن، هتقول له انا عايز التشيك ليست. هنا بقى انت بتعمل شكل التقرير نفسه، تمام. ده التقرير، حاجات خاصة بالكيو اي كيو سي، حاجات خاصة بالسيفتي كوميشننج، دول تقدر كل واحد فيهم تعدل فيهم. تقدر تزود اي ايتم، تقول له مثلا عندي الايتم دوت، وتقدر تحط بقى التكست زي كده. والتايب بتاعه بتبدأ تحدد yes or no ولا زي ما انت عايز، بلس ماينس مثلا، الديسكريبشن، الروت كيوز، السبب الرئيسي، الكومباني، السبيكس ريفرنس، المور انفورميشن لو عايز تحط ملفات، اد تشيك ليست. فهو بيبقى موجود كعنصر في قلب الريبورت، هو الشخص يقول اه او لا، او مفيش معلومات، او يحط الديتيلز. طيب لو انت عايز بقى تزود ستاندرد بروبرتيز، دي الحاجات الاساسيه، ممكن كاستم بروبرتيز لوحده فيهم، يعني مثلا الاير تيرمينال هتقول له انا عايز اضيف حاجه مثلا العنصر دوت، التايب بتاعه هل هو يبقى تكست ولا تاريخ ولا امضاء ولا رقم ولا تشيك بوكس ولا دروب داون، والديفولت فاليو القيمه الافتراضيه، وهل هو ريكوير ولا لا. وبعد كده بتضيف الخاصيه ديت، هيبدا يظهر عندي هنا. تقدر تعمل له اديت في اي وقت تتعدل فيه، تقدر تعمل له ديليت، تقدر تخليه ريكويرمنت في اي تقرير خاص بالاير تمبليتس.